مئة أهلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. مخدرات ودور بغاء وأسلحة والتجار بالبشر وإقامات غير قانونية وكلها بمنطقة واحدة. تخيل مناطق مختلفة تعد واجهات إبداعية وتاريخية بمركز العاصمة بغداد يتم تحويلها إلى بؤر للجريمة والفساد والشبهات، وعبر السنوات تراكم جبل الإهمال وباتت رائحته تسكن الأنوف. بالأيام الماضية أعلنت السلطات استمرار عمليات تطهير أوكار الجريمة وكشفت عن تعزيزها بمرحلة ثانية مسنودة بجهود خدمية. فشنو نتائج الحملات الأمنية بهاي المناطق؟ وهل النظام الأمني والقضائي والحكومي قادر على إنهاء هذه الظواهر؟ وشنو ضمانات عدم رجوعها إلى نفس الأماكن؟ وخلونا نسأل أكثر، شنو معنى الجهود الخدمية الموازية لهاي الحملة؟ أسئلة ومحاور راح نناقشها بحلقة اليوم من برنامج بالعراقي. أعلنت قيادة عمليات بغداد الشروع بحملة أمنية واسعة في 6 مناطق ضمن جانبي الكرخ والرصافة لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين، فيما بدأت وزارة الداخلية بالمرحلة الثانية من شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين. طبعا هاي الإجراءات تزامنت مع عمليات أمنية مكثفة بـ3 محافظات. عمليات أمنية جديدة انطلقت في العاصمة بغداد ضمن حملات مستمرة تشنها القوات الأمنية للقضاء على الجريمة المنظمة في مناطق متفرقة من العراق. وفي إطار هذه العمليات تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة لمديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بمطلوبين 2 بتهم الإرهاب والخطف في منطقتي الزعفرانية والتاجي ببغداد، فيما شرعت قطاعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية بتنفيذ عمليات أمنية أخرى ضمن مناطق العشوائيات في جانب الكرخ، وذلك لملاحقة عصابات الجرائم المنظمة والجنائية والخارجين عن القانون والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وفرض القانون. فيما تستمر مساعي وزارة الداخلية التصدي للشبكات والعصابات الإجرامية التي تتاجر بكل ما هو محرم دولياً، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً أجنبياً في بغداد ومحافظات أخرى. خلية الإعلام الأمني أوضحت إنه استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية وصفت بالاستثنائية، وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى، تمكن جهاز المخابرات الوطنية العراقي وبالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الإطاحة بالشبكتين الدوليتين، حيث يحمل عناصرها الجنسيات الأجنبية المختلفة ثبت تورطهم بارتكاب العديد من جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات بحق المواطنين العراقيين. عناصر الشبكتين كانوا موزعين في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى. أرحب بضيوفي من بغداد، سيد جليل خلف الخبير الأمني والاستراتيجي وهو فريق ركن متقاعد، وأيضا معنا من أربيل دكتور حارث العبيدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الموصل
كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام في هذه المحطة الأولى، وخلونا نتعرف على هذه الحملة الأمنية يعني التي شرعت بها القوات الأمنية سيد جليل، يعني حملة أمنية على منطقة البتاوين أو البتاويين، خلينا وفي مناطق أخرى أيضا، خلينا في متابعة لهذه الحملة وتوقيتها، لماذا الآن ولماذا السكوت ورغم بأنها قريبة يعني من مركز المدينة الواجهة وقريبة من مراكز القرار أيضا في العاصمة بغداد؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولقناة الحرة، وإن شاء الله تبقى دوما حرة. حياك الله. وحقيقة أنا كنت من أكثر الناس أظهر في الحرة، لكن ظروف خاصة يعني منعت الحرة أنه تتواجد في بغداد بعد تهديد كثير. لا بس سيدي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. الله يخليك. أنا اليوم سعيد جدا هذا اللقاء بالعراقي حقيقة. خلنا نعطيك فكرة يعني أخذ من وقتك قليل عن الأجواء في بغداد. بغداد الآن تشهد ازدهارا كبيرا، يعني العوائل تبقى لساعة متأخرة في الليل في الحدائق وفي المطاعم وفي الشوارع. حقيقة شيء يفرح أنه الآن بغداد تعيش، أو المواطنين في بغداد العاصمة يعيشون في أجمل أوقاتها، واستقرار أمني بعض الشيء، يعني تشبه بعض الأحيان أمور معينة. ولذلك أنا سعيد جدا الآن أشاهد العوائل العراقية وجميع فرحين وجميع يتأخرون في الليل في الجلوس في التجوال في الحدائق. هذا شيء يفرح جدا، هاي نقطة مهمة جدا. نعم. اثنين حقيقة سيد جليل احنا نريد نشارك حضرتك يعني هذه السعادة بالتأكيد، والكثير ممن يريد أن يشارك حضرتك هذه السعادة حول الاستقرار الأمني اللي منتشر بالعراق، ولكن بحقيقة الأمر هذه المنطقة وبعض المناطق الأخرى البعض يقول بأنه صعب جدا أن تمر بهذه المناطق وتخرج سالما. حقيقة جنابك ذكرت، أنا أردت أعرج على منطقة البتاوين. منطقة أصبحت بؤرة للإرهاب، بؤرة للفساد، بؤرة للمخدرات، بؤرة للجريمة المنظمة، يعني كل أنواع الفسوق وكل أنواع الجرائم وكل يعني فد منطقة عجيبة. بالليل لا تستطيع المواطن العادي أن يدخل هذه المنطقة، بل قد يقتل وقد يتعرض إلى تسليم وقد يعني حتى مع احتراماتي الشذوذ الجنسي وغيره أيضا في موجود في هذه المنطقة. فأنا أتعجب، كنت يعني هذه المنطقة تبعد كيلومتر أو كيلومترين عن الحكومة العراقية ومقر الحكومة العراقية. نعم. فلماذا السكوت عنها؟ علما أن هذه المنطقة في العهد الملكي كانت تسمى منطقة الباشوات، ويسكنونها عوائل راقية جدا، ويعني كثير من الأمور كانت فيها تدل على رقي هذا المجتمع العراقي. لاحظت أنه كان السكوت عن هذه المنطقة هي يعني شيء مغلوط، ولذلك هذه الحملة التي قامت بها الحكومة العراقية ووزارة الداخلية بالذات والأخ وزير الداخلية، وكان بنفسه يشرف على هذه العملية، كان جيد. ولكن يا أخي حملات سابقة أيضا في هذه المنطقة قامت بها وزارة الداخلية، وعادت ثم عاد المجرمين وعاد الفساد من جديد. أنا ناشدت الحكومة العراقية والسيد القائد العام للقوات المسلحة. سيد جليل، يعني قبل المناشدة خليني أسأل حضرتك، وأنت إشارتك مهمة جدا، وإحنا أيضا كانت من ضمن السؤال ينضم لنا طبعا بهذه الأثناء السيد عبد الستار رمضان الخبير القانوني، كل الهلا ومرحبا بك أيضا معنا. لكن خليني أسألك سيد جليل، أشرت حضرتك إلى أنه إلى قربها من مراكز الحكومية، قربها من المنطقة الخضراء، ليش هذه المنطقة بقت كل هالفترة هذه منسية، وليش الحملة الآن بالتحديد لو سمحت؟ أشكرك جدا، بس أنا نسيت أنه أرحب بضيوفك الكرام. حياك يعني الله لبيك. ضيوف أعزاء وأصدقاء أعزاء، أعتذر لهم من البداية المفروض أرحب بهم. حقيقة هذه المنطقة كان هناك يعني كما تعلم أنت المال والقضايا البغاء وغيرها تؤثر على بعض المسؤولين وبعض بعض الضباط أيضا الأمنيين الموجودين مسؤولين عن هذه المنطقة، ولذا كان التغاضي عن كثير من الأمور في هذه المنطقة. يعني وأحب أذكر لك أنه كثير من البلدان الأخرى الذين يأتون إلى العراق بدون إقامة
أيضا يسكنون في هذه المنطقة. نعم. فهذه المنطقة أصبحت خطرة على المجتمع وعلى السلم المجتمعي وعلى يعني كثير من الأمور، ولذلك في هذه يعني بلغ سيل الزبا في هذه المنطقة. نعم. وبات ليس يعني ليس من الممكن التغاضي يعني عما يجري في هذه المنطقة. أنا كان بدي أن أسأل فقط، كنت أريد أحصل على إجابة ليش الآن خصوصا يعني بحقيقة الأمر يعني هنالك الكثير من المتغيرات التي حدثت على الأرض واستقرار العراق في كثير من الأمور. نعم. يعني هي أيضا أثرت على المناطق المجاورة لها، يعني السعدون أيضا فيها. طيب سيد جليل اسمح لي أن أنتقل هنا إلى سيد عبد الستار يعني حتى يكون عندي الصوت يصل بوضوح إذا كنت تسمعني سيد جليل. نعم سيد عبد الستار يعني أرحب بك من جديد يعني مرة أخرى. يعني هذه الحملة وغيرها من الحملات الأمنية، خلينا نسأل كيف تراعي الجانب القانوني والحقوقي لأهالي المنطقة والأشخاص والأعمال الموجودة بهذه المنطقة، خصوصا هي ليست في المنطقة السكنية فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللسادة الضيوف وأسرة ومشاهدي القناة في كل مكان. أهلا بك. ابتداء نقول أن هذه الحملة أو أي حملة أمنية القصد منها بسط سيطرة الدولة وفرض القانون هو محل تقدير وإعجاب وترحيب من كل المواطنين وبالأخص من المختصين بتنفيذ القانون والقضاء. لكن فيما أشرت إليه في سؤالك القيم أنه يجب أن يكون هناك موازنة بين حقوق الإنسان وحق الفرد والخصوصية وحرية العائلة والاجتماع والاجتماع أو الجلوس في مجموعات، وبين حق المجتمع أو حق الدولة في فرض السيطرة ونفوذ القانون. في هذه المسألة من الممكن أن نؤيد أو حتى نشيد أو نصفق كثيرا لهذه الحملة أو غيرها من الحملات، كما أشار المتحدث الأول والذي استمعت إلى جزء من حديثه، وهو عمل جيد أن تقوم أي جهة أمنية بفرض القانون. ولكن علينا أن نتذكر أنه قبل 3 سنوات كانت حملة مشابهة وتم الإعلان عن إلقاء القبض على أكثر من 2293 مشتبها أو متهما أو مطلوبا وغير ذلك، ثم عادت الكرة من جديد. لذلك أنا بالنسبة كرجل قانون وأهتم بهذه المواضيع، الحل الأمني ليس دائما هو الحل الأمثل في معالجة أي ظاهرة أو أي جريمة أو حتى أي خلل في المجتمع. لابد أن يتزامن ويتوافق مع حلول اجتماعية اقتصادية سياسية من أجل أن نهيئ المناخ أو البيئة الأفضل لكي يعيش الناس بطبيعية وبسلام. فيما يتعلق بهذه المنطقة التي ربما مع الأسف تم إلصاق الكثير من الأوصاف أو الجرائم مثل ما أشار أو يشير إليه الكثير من المتحدثين بأن هناك جرائم البغاء والدعارة وغير ذلك، يعني هذه المسائل هي موجودة في كل مدينة، سيد عبد الستار، في كل مجتمع. سيد عبد الستار يعني هو السؤال. نعم. هنا يعني قبل قليل ضيفنا. نعم. سيد جليل أشار إلى أن هنالك كان من يؤخر يعني من بعض الجهات الرسمية الأمنية من يؤخر يعني انطلاق مثل هكذا حملات، لكن لماذا الآن يعني خصت البتاوين دون غيرها، مع العلم بأن أيضا هذه موجودة ربما في مناطق أخرى التي سنتوقف عندها تباعا؟ يعني أعتقد أن أيضا لها علاقة بالظرف السياسي أو الكثير من الأخبار والمتغيرات التي تحدث على الساحة العراقية، والتي كما نعلم اليوم تم الإعلان عن وفاة شخص يحمل اسم أو مسمى معين في السجن. هذه الأخبار أو غيرها يجب أن يكون الهدف أو القصد الأساسي منها هو فرض سلطة القانون، وسلطة القانون يجب أن لا تتحدث بمنطقة معينة بقدر ما يجب أن يشمل جميع أجزاء العراق من خلال حصر السلاح بأيدي الدولة، بأيدي مؤسسات الدولة التي تحمل العلم العراقي وتحمل الشعار أو الجهة التي تنتمي إليها، مع احترامنا لكل الجهات أو الأمور الأخرى، لأن من يفرض القانون يجب أن يلتزم بالقانون أصلا. لذلك من المهم والمهم جدا أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان، احترام للعائلة،
العائلة يجب أن يكون في رأيي المتواضع أن يترافق مع الحملات الأمنية محققين عدليين أو أعضاء للإدعاء العام أو حتى قضاة تحقيق أو مراقبين من هيئة حقوق الإنسان، لأنه صحيح أنها عملية استباقية تحدث بصورة مفاجئة، لكن في العراق لا يوجد شيء سري مع احترامي الشديد لكل المسؤولين، لا يوجد شيء سري، لا يوجد شيء استباقي، بقدر ما أن وسائل التواصل الاجتماعي تنقل الأخبار أو تنقل الكتب الرسمية والمخاطبات قبل وصولها إلى إليه أو المخاطب بهذا الكتاب. نعم، جميل جميل، هذه ملاحظات مهمة جدا. نعم. يعني كونها حملة استباقية وحملة وقائية، لكن بحقيقة الأمر يجب أن لا ننسى، يجب أن تكون أيضا خاضعة للقانون وأيضا حقوقية في ذات الوقت. لكن دعني أنتقل هنا يعني إلى دكتور حارث العبيدي، وأنت المختص في علم الاجتماع، دعني أسأل يعني على المتغيرات، يعني شلون كانت هاي المنطقة قبل وشلون تغيرت؟ كيف كانت المدينة وكيف تغيرت؟ وكيف كان ناسها وكيف تغيروا؟ ما العوامل التي أثرت بكل هذه المتغيرات وجعلت من البتاوين بهذا الشكل بعد أن كانت لها صورة أخرى؟ تحياتي لكم لكادر قناة الحرة العزيزة وإلى الضيفين الكريمين وإلى شعبنا العراقي العظيم. بخصوص هذه الظاهرة عموما، علينا أن نؤصل ونجذب هذه الظاهرة، لماذا حدثت، لماذا تتفاقم، ومتى وكيف. يكاد لا يخلو أي مجتمع من الجريمة موجودة بكل أشكالها وأصنافها، من الجنوح إلى الانحراف إلى الجريمة. لكن كما نعلم أن المجتمعات ما بعد الحروب، ما بعد الصراعات، ما بعد التحولات السياسية تشهد مثل هكذا ظواهر تنخر بجسد المجتمع وتعرض استقراره السياسي إلى جملة من المشاكل. كما نعلم أن الاستقرار هو ركيزة من ركائز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكل تلك الأنواع. الآن لو نظرنا إلى الكم الهائل وعدد المطلوبين أو الملقى الذين تم إلقاء القبض عليهم، نعلم الجهود الجبارة التي تقوم بها وتؤديها قواتنا البطلة. وبالمقابل أن نرجع إلى العوامل والأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الظواهر الطارئة التي كادت لا تذكر قبل 2003. هذه هي المشكلة، علينا أن نجفف منابع تلك العوامل، منها دعم وتعزيز المؤسسة الأسرية ثم المؤسسة التربوية وصولا إلى المؤسسة الإعلامية والمؤسسة الدينية وكل مؤسسات المجتمع، العملية مشتركة بين الجميع. نعود إلى سؤال حضرتك وسؤال مهم جدا، وهو سؤال أساس، لماذا هذه المنطقة دون غيرها؟ هناك في كل المجتمعات هناك مناطق تكون يكون الجانب الأمني هش بسبب مثلا التهميش. هناك مثل ما ذكرت حضرتك العشوائيات، هذه التي تعاني من التهميش وتعاني من أنها تكون منبع ومصب للجرائم. وهنا تكون أيضا كما تفضل أخي الضيف الكريم أنها مرهونة بالجانب السياسي، الجانب الأمني. هناك كما أيضا ذكر هناك مشكلة الحدود وضبط الحدود ووضع قوانين صارمة للأجنبي حينما يدخل إلى أرض عراقنا الغالي. وهكذا هناك جملة من العوامل، لكن في العاصمة الحبيبة أنا كل تقريبا كل مدة قصيرة أنا أزور العاصمة لعشقي لها بالتأكيد، أرى هناك مناطق أغلب بغداد تعيش في استقرار وتعيش في أجواء جميلة ولطيفة، ومؤسستكم الإعلامية موجودة، قناتكم الإعلامية وقنوات العراقية الأخرى تسلط الضوء على النشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية. نجد أن هذه المداهمات وهذه العمليات هي التي تعزز من ذلك الاستقرار المجتمعي، والتي هذه الظواهر ممكن أن تهدد السلم المجتمعي والأمن الإنساني للمواطن عام بكل بقاع العراق.
نعم لا يخفى يعني على أحد بأنه بالتأكيد يعني هذه الحملات الأمنية تأتي ربما هي آخر العلاج كما يقال الكي، فلذلك تأتي هي، لكن بالتأكيد هنالك قصور وهنالك جهات تتحمل أسباب هذا القصور الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه من تراكم وإهمال في هذه المنطقة وغيرها من المناطق. ضيوف الكرام، خلونا ننتقل إلى فاصل وبعدها نتابع ما هي دوافع العملية الأمنية ونتائجها، كيف ستترجم على أرض الواقع بالبتاوين وباقي المناطق العراقية. أهلا بكم في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي، ونناقش بها دوافع العملية الأمنية ونتائجها. يعني سيد جليل، هنا كيف ستترجم على أرض الواقع هذه العملية في البتاوين وباقي المناطق العراقية؟ كان نتيجة التأخير كما أشرت حضرتك، يعني هنالك من كان يؤخر، واحد من نتائج هذا التأخير كان ربما ظهور شبكات حتى دولية وانتشرت الجريمة بشكل كبير جدا في منطقة في وسط العاصمة بغداد نفسها. سيد جليل، طيب سيد، خليني أنتقل إلى سيد عبد الستار. سيد عبد الستار، يعني هنا ربما المدينة مزدحمة، المدينة تحتاج إلى توسعة، هنالك الكثير من المشاريع ربما بانتظار هذه المدينة، وهنالك عن دخول يعني مستثمرين من مختلف الجهات. بإشارة سريعة، يعني هل هنالك توجه حقيقة الأمر لتغيير طبيعة سكان هذه المنطقة وطبيعة الأعمال التي توجد بهذه المنطقة أيضا كونها في وسط بغداد، من الناحية القانونية هل ستضمن في حال كانت مثل هكذا توجهات موجودة، هل ستضمن حقوق ساكني هذه المنطقة؟ بالتأكيد أن هناك حملات كثيرة و سمعنا عنها وناشد الكثيرون، مثلا من إخوتنا المسيحيين أو من الصابئة أو من المكونات الأخرى عن تجاوزات حدثت خلال السنوات الماضية وفي تغيير ملكيات الكثير من الدور والأماكن السكنية. يعني هذا الأمر موجود ولا يخفى على أحد، ويجب أن يشخص كأحد أسباب فشل النظام السياسي أو الدولة العراقية في تحقيق المجتمع الآمن المستقر. هذا المجتمع الذي يقوم على أساس التعايش والتسامح بين مختلف المكونات والطوائف، لا على أساس القوة أو الكثرة أو الغلبة لمن يملك القوة والسلطة والسلاح في وقت معين أو آن محدد. لذلك أنا لا أستبعد أن تكون هناك فعلا كما أشرت أخي الكريم ربما لأهداف استثمارية أو أهداف شخصية، لأن الفساد الموجود في العراق وصل إلى معدلات فاقت حتى الحدود القياسية، الفساد في كل مكان. لذلك عندما أقرأ المانشيت الموجود على الشاشة، وزارة الداخلية تعلن عن تطهير منطقة البتاوين من الفساد والجريمة، هذا العنوان غير دقيق، لأن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية حدثت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وابنيه على هذه الأرض بجريمة قابيل وهابيل إلى أن تقوم الساعة. لكن كل عملية أمنية لها إيجابيات ولها سلبيات، علينا أيضا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في هذه العمليات التي تجعل من المتهمين المشبوهين أصحاب منتسبي الجريمة المنظمة، هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة سابقا في العراق، أي المجموعة الإجرامية التي تزيد أعضاؤها على 3 أشخاص وأكثر ولها هيكل سيد أو عبد الستار. نظام سيد أو عبد الستار أهداف حضرتك في الربح السريع. نعم سيد عبد الستار عزيزي، يعني حضرتك بالتأكيد يعني نعم. عايش بالعراق خلال هذه الفترة، تعرف يعني هذه الموضوع، مسألة هذه المنطقة وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها يعني بعض الظواهر السلبية، هي ليست وليدة اليوم، ليست لم تأتي فقط بعد العام 2003، كانت موجودة وربما لكن غير ظاهرة للعلن، يعني حتى قبل العام 2003، أليس كذلك؟
طبعا كانت موجودة، لكن انتشار السلاح اليوم في المجتمع العراقي، مسألة العنف المتجذر في السلوك والتصرفات ابتداء من الطلاب المدارس الابتدائية إلى أعلى المستويات، حتى التعبير عن الفرح أو الحزن من خلال إطلاق العيارة النارية، حالة الحرب الدائمة التي عاشها ويعيشها العراق، الحروب المستمرة، الحالة الأمنية الداخلية، كلها تؤثر وتتسبب في ارتفاع نسب الجرائم. لكن أعود وأقول أن إذا كان هناك سبب رئيسي وسبب أساسي في هذه الجرائم هو المخدرات، العراق تحول من بلد حاضر أو بلد تنتقل فيه المخدرات إلى بلد منتج وبلد مستهلك وربما بلد يصنع بعض من هذه المخدرات. نعم، هناك إشارة يعني عذرا سيد عبد الستار، هناك إشارة لوزارة الداخلية بأن هنالك كانت بعض المصانع الصغيرة التي وجدت لتصنيع المخدرات أيضا في هذه المنطقة. نعم، لكن دعني أسأل هنا من جانب القانوني لو سمحت سيد عبد الستار. تعرف حضرتك بأنه الكثير من البيوت التي يعني متواجدة في هذه المنطقة كانت ليهود هجروا منها. ماذا عن ملكية هذه البيوت؟ لمن عائديتها حاليا؟ هنالك بعض المغتربين أيضا ممن يمتلكون من المسيحيين أيضا في هذه المناطق، لمن تعود ملكيتها؟ كيف يمكن ضمان بأنه الحقوق لهؤلاء الأفراد بهذه المنطقة في حال أجريت أي تغييرات؟ يعني ملكية الأموال اليهود هي دائرة الأموال المجمدة في وزارة المالية. بالنسبة للبيوت أو العقارات هناك تابعة للدولة، بالنسبة للعقارات التابعة للأخوة المسيحيين والصابئة هناك الكثير، ربما الكثير أو بعض منهم باعوا أو أجبروا على بيع بيوتهم، لذلك المسألة فيها تشابك وفيها تشوش كبير. لذلك حتى المغتربين الموجودين هم يمتلكون بيوت ربما شقق أو عمارات، هذه المسائل يحكم فيها القضاء، لكن القضاء أيضا يأخذ بالظاهر، أي يأخذ بالمدعي، بمن يقدم الدعوة، بمن يقدم الأسانيد والأدلة. لذلك من المهم جدا أن يكون الوضع الأمني مستقرا والأمور طبيعية حتى يتم الفصل والبت في مثل هذه الأمور. لذلك ملكية هذه المنطقة أو غيرها، حتى توجد مناطق في أجزاء كثيرة من العراق، في الموصل ربما في محافظات كثيرة هناك بيوت لليهود، بيوت للمسيحيين، بيوت لليزيديين، بيوت حتى للكرد تم الاستيلاء عليها أو تم تهجير سكانها. الظلم موجود في كل زمان ومكان، لكن ما هو دور الدولة أو السلطة؟ هو محاولة التخفيف أو إزالة هذا الظلم من خلال القوة، من خلال القانون، من خلال سلطات إنفاذ القانون المتمثلة بالشرطة. فكلما كان الشرطي عزيزا ومكتفي اقتصاديا وتم حمايته وتم تأمين سكن وتأمين متطلبات الحياة الأساسية لرجل الشرطة ورجل الأمن ورجل الجيش، كلما كان هناك إبداع وتفاني في خدمة الوظيفة التي يحملها. لكن كما نعلم الشرطة والجيش هم من الفئات فعلا الفقيرة، الكثير منهم لا يملك سكن أو شقة أو أرض، حتى هناك موظفين في الدولة بعناوين كبيرة وعريضة لا يملكون شبر في هذا الوطن، فكيف تريد من هذا الشخص أن ينفذ القانون بدقة وبأمانة وبإخلاص؟ طيب خلينا نشرك دكتور حارث. دكتور حارث، يعني خلينا نسأل هنا، يعني وزارة الداخلية أشارت أيضا إلى أن هذه الحملة مسنودة أيضا بخدمات وأمور أخرى، لكن دعني أسأل هنا، يعني الشرطة المجتمعية أيضا، أنا كنت أتمنى بأنه عندما تشير يعني حقيقة الأمر وزارة الداخلية إلى وجود حملة أن تشكل خلية أزمة تضم جهات مختلفة بما فيها وزارات، من جهات مختلفة بما فيها وزارة الصحة، لكن دعني أسأل أين الشرطة المجتمعية من هذا الموضوع، خصوصا بأن هناك أطفال، هنالك يعني كبار في السن أيضا بهذه المنطقة، هنالك من قادته الظروف أن يغير طبيعة عمله إلى ما يسمى الآن ربما بين قوسين جرائم أخلاقية وغيرها من الأمور، قادتهم إلى أن يقعوا في براثن هذه المشاكل المختلفة. أين الشرطة المجتمعية؟ ألم يكن من الأجدى أن يكون لها دخول وحضور مسبق قبل حتى هذه الحملات الأمنية؟ دكتور حارث تسمعني؟ طيب
طيب سيد جليل تسمعنا سيد جليل؟ أسمعك. نعم سيد جليل، يعني وزارة الداخلية كشفت عن وجود مرحلة ثانية لهذه العملية ستكون على غرار المرحلة الأولى وستشمل مناطق مختلفة، تابعنا احنا بحقيقة الأمور بأنها ستشمل مناطق مختلفة، لكن ممكن الإشارة إلى هذه المناطق أيضا؟ والله هي اولا العشوائيات حقيقه ذولي ما عليهم اي رقابه، لدرجه انهم يسكنون يعني بظروف بيئيه جدا قاسيه، وهؤلاء يعني اغلبهم يعني ما يشتغل يعني بطال، ولذلك ينتشر مثل هذه الامراض ومثل هذه الامور بين هذه العشوائيات. هذه نقطه. النقطه الثانيه أي المناطق في داخل بغداد يجب ان تشمل بالحمله الأمنية؟ والله قبل يومين أحد القنوات نشرت مثلا النفق مع الرصافة، هذا نفق كبير جدا وتنتشر، وهذا مظلم يعني ما أعرف ليش أمانة العاصمة يعني منعت البايع أو غيرهم أنه يتواجدون في هذا النفق، ولكن الآن النفق هو مكان للجريمة ولتعاطي المخدرات ولتعاطي أي نفق الرصافة قصدك؟ أي نفق الرصافة؟ اللي في ساحة التحرير أي نفق؟ لا النفق الموجود قرب معروف الرصافي، تمثال معروف الرصافي. نعم نعم. هذا النفق الموجود في هذه المنطقة كان يعني فشيء مهول إذا نظرت له، وكان استطلاع يعني بإضافة لذلك المناطق السعدون مثلا أيضا في مناطق الفقيرة مع الأسف ينتشر فيها مثل هذه الأمور. يعني مع الأسف أقول لك أنه حتى وصل المخدرات وتعاطيها وبيعها وشرائها في المناطق الراقية في بغداد مثل المنصور والكرادة والعرصات والجادرية وغيرها. لذلك الآن بالذات خطر المخدرات وخطر الدعارة في العراق بدأ ينتشر بشكل كبير جدا، وحقيقة هذه الأمور يجب أن تعالج بشكل جيد وبشكل علمي وبشكل جذري. ويعني نشوف كثير من المناطق الآن، أنا يعني أذكر يعني كثير من المناطق أقدر أقول لك حتى في الزعفرانية أو في غيرها من المناطق، هذه المناطق أيضا ينتشر فيها المخدرات والتعاطي يعني الموبقات وغير ذلك. فنحتاج إلى أكيد وزارة الداخلية مشرع إلى كثير من المناطق التي تحدث فيها الجرائم وتحدث فيها السرقات وغيرها من الأمور. ويعني الآن انتشرت كالنار في الهشيم هذه الممارسات اللا أخلاقية ويعني كثير من الأمور المخدرات وغيرها. فالآن وزارة الداخلية حقيقة وهي تحتاج إلى جهد الدولة، جهد الآن عمليات بغداد ليضم الجيش والشرطة وبقية القوات الأمنية أيضا يجب أن تكون تشارك في هذه الحملة، ويجب أن يكون هناك حل جذري وليس حل يعني على سبيل المثال العشوائيات. يجب أن يكون هناك حل جذري، أما توزيع قطاع أراضي للذين يسكنون في العشوائيات إذا لم يوجد لديهم سكن، أو بناء دور يعني قليلة الكلفة لسكن هؤلاء، وكثير من الحلول بيد الدولة. الدولة تملك مليارات الدولارات، وإحنا الدولة غنية مو دولة فقيرة، لذلك ممكن معالجة كل هذه الأمور بشكل جذري. نعم. من خلال ما نملك من إمكانيات هائلة، العراق يملك إمكانيات هائلة، ولكن مع الأسف أقول لك هناك بعض المسؤولين والسياسيين وحتى بعض الضباط الأمنيين مع الأسف أنه يسيرون أو يعني من خلال المال ومن خلال الدعارة وغيرها ينغمسون في هذه الأعمال، مما أدى إلى انتشار مثل هذه الضواد والتغطية عليه. احنا قبل فترة لاحظنا هذه مشكلة الفانشيستات او هذه النساء لها علاقة يعني بهذا الموضوع سيد جليل؟ والله يعني هي ليست لها علاقة، لانه هذا هؤلاء يختارن يعني الشخصيات الكبيرة وفي مناطق راقية يسكنن يعني في المنصور وغيرها من المناطق، فهذه مشكلة ثانية تعاني منها العراق، لأن بعض السياسيين حقيقة ما شايف هو إجا دخل للعراق وما شايف هالأمور، وصار يعني
مع احتراماتي في مناصب معينة أو في مجلس النواب أو غيرها. لذلك وعظ أنا أقول حتى لا الجميع أشمله، أكو ناس خيرين يعملون من أجل البلاد، هؤلاء وغيرهم التزموا مثل هذه النساء، يعني إعلامية تملك سيارة سعرها 250 ألف دولار، من أين جاءت؟ يعني أنا أسأل قدامك فريق ركن، ما أملك أي مثل هذه الامتيازات اللي تملكها هذه أو غيرها. فالآن البلد يعني حقيقة يسير بالطريق الصحيح، وهناك متابعة لمثل هذه الأمور، وفي رأيي أنه سوف تقل هذه الظواهر، ولكن يجب المتابعة حتى في البتاوين وغيرها. لا نقوم بعملية ثم نتركها وتعود الظاهرة من جديد. نعم جميل، يحتاج جميل، تحتاج إلى تحرك جدي وليس تحرك آني، تحتاج إلى تحرك تضافر جهود، يعني كما أشرنا ليس فقط الجهات الأمنية وإنما جهات ساندة أخرى يعني تتعلق. وهذا السؤال إلى دكتور حارث. دكتور حارث، كنت قد سألت أين الشرطة المجتمعية مما يحدث يعني من هذه الحملات؟ ألا ترافق أيضا الحملات الأمنية؟ هنالك أطفال، هنالك كبار في السن في هذه المناطق، هنالك التحولات الكبيرة اللي شهدتها هذه المناطق، قربها من طبيعة أعمال الحرفية وغيرها، وتداخل المدينة مع السكن أيضا بهذا الشكل. هذا السؤال اللي جاء في شقين، الشق الأول الشرطة المجتمعية، الآن لدينا العديد من الطلبة وهم برتبة عقيد ومقدم ورائد في الشرطة، هم طلبة دراسات عليا في معظم جامعات العراق، ولدينا في جامعة الموصل كلية الآداب قسم علم الاجتماع، لدينا طلبة تخرجوا من هذا بدبلوم عالي في السلم المجتمعي ويمارسون ميدانيا. هنا جاء الجانب النظري العلم الأكاديمي وتوظيف هذه الخبرة من خلال البحوث والرسائل وزارة الداخلية. الجانب الثاني فيما يتعلق بعمل الشرطة أو القوات الأمنية، هذا لا يمكن أن ينجح أي مشروع أمني إلا بمساندة معظم المؤسسات المجتمعية الأخرى. الآن نحن أمام أسرة منهكة اقتصادياً، بطالة وعوز وفاقة وحرمان، بالمقابل المؤسسة التربوية أيضاً تعاني من يعني الظواهر الجرائم أو حتى الانحراف داخل المدارس، وهذه كلها عبارة عن نتائج. علينا أن نعود إلى الأسباب، الوقاية خير من العلاج، علينا أن نشخص المواطن التي تكون دافع وعامل كما تفضلت في بداية جميل البرنامج. جميل، العوامل جميل والدوافع، يجب أن نشخص العوامل والدوافع اللي قادت لهذه الأمور في منطقة البتاوين أو في غيرها من المناطق. ليس نتحدث فقط عن منطقة معينة، وإنما مشمول الكثير من المناطق حاليا بالعراق موجود فيها، سواء كانت منطقة قديمة أو حتى المناطق الحديثة. ضيوف الكرام، خلونا ننتقل إلى فاصل وبعدها نتابع جهد خدمي في أعقاب العمليات الأمنية، بأي صورة سيتحقق ذلك؟ أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين. إذن وصلنا إلى المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراقي، وبها خلونا نناقش الجهود المقدمة لانتشال هذه المنطقة وغيرها من براثن الجريمة، وبأي صورة سيتحقق ذلك. لكن سيد جليل، إذا كنت تسمعني، خليني أسأل، يعني تحققت يعني هذه العملية، خرجت عملية، بس خلينا نسأل على الضمانات، يعني بعدم رجوع الجريمة إلى هذه المناطق مرة أخرى، شنو الضمانات؟ نعم والله أنا كعسكري يعني عندي قرار ثوري، خصوصا من هذه المناطق وبالذات منطقة باب الشرجي والسعدون والبتاوين. أولا هذه مناطق في قلب العاصمة. نعم. إضافة لذلك احنا شاهدنا عمليات كثيرة لتطهير هذه المناطق ثم يعودون من جديد. ففي رأيي مثلا على سبيل المثال البتاوين في قلب بغداد وقريبة من
الحكومة العراقية وقريبة من المناطق الأخرى، لذلك البتاوين يجب يعاد النظر في بناها وفي مشاريعها. وأما بالنسبة للبيوت اللي ملكوها يهود العراق اللي سافروا بالخمسينات إلى الكيان الصهيوني، هذه البيوت ممكن تجميلها وإعادة ترميمها، لأن أغلبها آيلة للسقوط يعني كمال توقع، يعني كلش الدهر يعني أو الزمن قس عليها. نعم، باعتبارها كمناطق تراثية يعني. نعم بالضبط. هذه إيها كثير من المناطق أيضا في البتاوين يجب بناء بها بناء سكني حضاري وشوارع حضارية وفتح المناطق بشكل كبير جدا، وتغيير هؤلاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، ذولي ما لهم علاقة بحقوق الإنسان، ذولي قسم منهم مجرمين، قسم منهم ما عندهم إقامات، قسم منهم هاربين، قسم طيب منهم أنا خليني أسألك سيد جليل، يعني تذكر حضرتك قبل العام 2003 المنطقة بالكرخ الصالحية تم بها عمليات بناء وتطوير، والمناطق القديمة أيضا تم الاعتناء بها بشكل أو بآخر، هاي عملية التطوير اللي تمت بهاي المنطقة قللت وارتقت بالإنسان اللي موجود بها، قللت من المشاكل اللي كانت بها، هذه المناطق أيضا تحتاج إلى حملات مشابهة حتى نضعها أمام السادة المسؤولين. هي حقيقة مناطق يعني أقل ضررا من بقية المناطق الأخرى، يعني على سبيل المثال يعني مثل بتاوين أو السعدون أو باب الشرجي أو هذه المناطق القريبة كما قلت لك من المناطق معروف الرصافة، هذه المناطق القديمة تحتاج إلى هاي كلها مناطق الرصافة هذه. نعم إلى والقيام بحملات كبيرة جدا. أما هناك مناطق في الكرخ وأنا لا أستطيع تحديدها بالضبط لأن ما عندي معلومات عنها، بس هناك مناطق مثل باب المعظم وغيرها من هذه المناطق أيضا في الليل الرصافة يكون ليس في النهار. أهم بالرصافة هاي المشكلة، الرصافة أقدم من الكرخ، قدمها لا أكثر. أنا سؤالي سيد جليل أقول بأنه كان هنالك حملة قبل العام 2003 لتطوير هذه المناطق اللي كانت موجودة بالكرخ، منطقة الصالحية والشواكة هذني القريبات، بنيت عمارات بها، تم الاهتمام بالمناطق القديمة اللي بها، تغير طبيعة الحياة في هذه المنطقة بشكل كبير جدا، تم الاهتمام بإنسانها، هذه المناطق اللي موجودة بالرصافة ألا تحتاج إلى حملات مشابهة تغير الواجهة مع الاحتفاظ أيضا بالتراثيات الموجودة فيها والاهتمام بإنسانها؟ طبعا بالتأكيد أكيد. أنا كما قلت لك العراق غني، بلد غني، تخصيص مبالغ كبيرة لهذه المناطق سواء شوارعها سواء إضاءتها سواء بناياتها سواء مشاريعها الخدمية وغير ذلك. هذه المناطق حقيقة يعني، ولا ما معنى أنه 500 عنصر من أمانة العاصمة ومن المفارز الصحية ومن الكهرباء وغيرها يشتركون في البتاوين، 500 يعني عدد كبير جدا، معنى هذه المنطقة مهملة بشكل كبير ويعني مرعب. ولذلك أنا أشوف أنه يجب المناطق الفقيرة بالذات والمناطق العشوائية وغيرها من المناطق يجب أن يكون هناك حل جذري، يعني ليس حلول ترقيعية. يعني أنا اللي أرجو من الدولة العراقية ومن السيد رئيس الوزراء يعني خلنا نكون مثلنا البتاوين، يجب أن يكون هناك مشاريع كبيرة جدا في البتاوين ليمثل وجه بغداد المشرق، يعني مثل ما كنا في وقت العهد الملكي وفي وقت المرحوم نور السعيد، كانت هذه منطقة باشوات يعني السكن بها. أتذكر أنه عندما هرب في 1958 تموز، عندما هرب نور السعيد التجأ إلى هذه المنطقة وبالذات إلى بيت الشيخ أبو محمد العرابي، كان هناك الشيوخ وكان هناك المسؤولين. لذلك أنا أشوف يعني ممكن إعادتها ب فترة زمنية قليلة، يعني الدولة مو عاجزة. طيب جميل. الصين الشعبية والمهم هنا سيد جليل نعم والمهم هنا سيد جليل بأنه أن تكون هنالك مشاريع بحقيقة الأمر، ولكن مشاريع لا تنسى ولا تهمل الإنسان أبناء هذه المناطق لأنهم الصورة يمثلون صورة مهمة لهذه المنطقة. خليني أشرك سيد عبد الستار. سيد عبد الستار خليني أسأل على النظام الأمني والقضائي هنا والحكومي، قادر على إنهاء هذه الظواهر سواء بالبتاوين أو في بقية المناطق، خلينا نتحدث عن المناطق المختلفة في داخل بغداد اللي تنتشر بها مثل هكذا جرائم وظواهر.
طبعا إذا ما تم تنفيذ القانون بكل صلابة وبكل عدالة على الجميع، أي بمعنى أنه لا نربط فقط تسمية بعض التسميات التي وردت في البرنامج ولصقها بمنطقة أو مدينة معينة، بقدر ما أن الجريمة أو العشوائيات أو التجاوزات موجودة في أغلب مدن العراق، يجب أن نسأل وين حق المواطن العراقي في السكن، وين حق المواطن العراقي في الدستور الذي اشتمل على أكثر من 29% من مواد الدستور تتحدث عن حقوق للعراقيين. لذلك العراقي أو الإنسان بغض النظر حتى عن جنسيته لا يلجأ أو لا ينحرف أو لا يلجأ إلى الجريمة إلا إذا كانت هناك ظروف أو أسباب هي أقوى منه، وواجب رجال القانون والاجتماع والدولة بشكل أساس أن توفر البيئة الإنسانية للمعيشة. عندما نتحدث عن العشوائيات والتجاوزات، ما هو دور الدولة في بناء المجمعات السكنية الرخيصة أو المساكن الشعبية؟ أي ليس فقط نتحدث عن المشاريع الاستثمارية والشقق الفارهة التي لا يستطيع الحصول عليها كبار الموظفين، فكيف بالمعلمين والعمال والشرطة والجيش وبقية الموظفين؟ فكيف بالناس الذين هاجروا من القرى التي مثلا تعاني من جفاف الأنهار، من فشل الزراعة، حتى الأشخاص الذين لديهم مشاكل اجتماعية كما أشار بعض المتحدثين؟ هو دور، أين دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توفير رواتب للمطلقات، في توفير ملاجئ للأيتام، في تغيير القوانين بحيث نسهل أن يكون لكل مواطن عراقي أو مواطنة الحق في أن يحصل على مكان آمن ينام فيه أو يسكن فيه عندما يجور عليه الزمان أو تحدث له مشكلة؟ لذلك الحملات الأمنية نتائجها سريعة على المدى الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، لكن من حيث المستقبل نحتاج إلى حملات تقوم بها حتى المرجعيات الدينية أو المراكز الدينية. حتى بالنسبة للعبادة والتعبد، نجد أن الكثيرين يسارعون إلى العمرة، عدد من المرات يقوم بالعمرة وعدد من المرات يحج إلى بيت الله الحرام، في حين أن أبواب الخير موجودة من خلال هذه ملاحظات مهمة. هذه ملاحظات مهمة جدا سيد عبد الستار، اسمح لي أنا أنقل يعني وأنقل هذه التساؤلات إلى دكتور حارث. دكتور حارث، يعني هنا السيد السوداني أيضا يشدد على ضرورة أن تكون إجراءات الأمن سريعة وفعالة، ولكن مع هذه الإجراءات السريعة والفعالة دعنا نسأل أن لا يتم أيضا نسيان مسألة الارتقاء بإنسان هذه المناطق وتقديم الخدمات المهمة، مو تبليط وواجهات وصبغ دور وغيرها من الأمور، وإنما الارتقاء الإنسان نفسه، أليس كذلك؟ هذا هو ما مطلوب حاليا دكتور حارث؟ نعم أحسنت أستاذ الغالي، أحسنت. بناء الإنسان، صناعة الذات، هي أساس إصلاح المجتمع. نبدأ من القاعدة، كيف ننمي شخصية الفرد العراقي بما يعني تتواءم مع وضعه العام، مع ثقافته الاجتماعية العراقية ببعدها الحضاري. بخصوص العشوائيات، العشوائيات هل لو تم حل هذه المشكلة سيكون هناك استقرار أمني؟ إذا ما علمنا أن في نيويورك، في حي هارلم موجود، في ليفربول، في بريطانيا، في البرازيل، في كل مناطق، في عموما في مجتمع المدينة، العشوائيات هي جزء لا ينتهي ابدا. وهذه ظاهره عامه باختصاص، ونحن نعلم مجتمعات المدينه في المدن في العالم. الارتقاء خمس عوامل انا اشخصها برايي المتواضع. اولا دعم الاسره اقتصاديا وخفض منسوب الفقر والفاقه والعوز، واحتواء شريحه الايتام بالذات، ولا سيما من المراهقين الذين هم كأنهم يعني جاهزون للانزلاق إلى هوية المهجرات والجريمة، واحتواء هذه الطاقات بمشاريع تنموية وإدخالهم بمؤسسات إصلاحية تأهيلية الاستفادة من مهاراتهم. شكرا جزيلا على هذه الملاحظات دكتور حارث العبيدي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الموصل، وأيضا كان معنا سيد عبد الستار رمضان الخبير القانوني، وأيضا كان معنا سيد جليل خلف الخبير الأمني والاستراتيجي. إلى هنا انتهت حلقتنا، وسلامتكم. باكر موضوع جديد وبالعراقي، ويمكنكم
متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقول لكم بالعراقي أودعناكم.